ما الذي أوصلنا إلى أن يوصف هذا الجيل من المختصين بسنوفليك جيل رقائق الثلج؟ وذلك لسببين: أن رقائق الثلج هشة جدا، وهذا ما أكدته دراسة فيكتوريا وولاستون في صحيفة الديلي ميل، أن مرحلة المراهقة اليوم لا تنتهي إلا مع سن 25. فيتخرج الشاب من الجامعة وهو لا يزال هشا يكسر بسرعة، ولديه قابلية كبيرة للاختراق والتأثر بسرعة بأي أفكار حتى لو كانت منحرفة، فهو لا يملك قاعدة يرتكز عليها. والسبب الثاني أن رقائق الثلج متفردة عن بعضها، وكذلك جيل اليوم، حيث يشعر كل فرد أنه متفرد ولا يستحق إلا الأفضل، فلا يهتم إلا بنفسه ومتعته فقط، ولا أهمية لديه للقضايا الكبرى أو الجادة حتى لو كانت تخص عقيدته. وسموا هذه الأزمة بمتلازمة بيتر بان، في إشارة إلى عدم رغبة شاب جينيريشن زي في النضج وتحمل أي مسؤولية، مفضلا أن يبقى طفلا يرضع التسلية والمتعة فحسب. ولا يخفى على أحد صعوبة هذا الزمان الذي نعيشه، فالانفتاح رهيب والشهوات في كل مكان والمعصية سهلة جدا، ويمكنك أن تشاهد في بضع دقائق ما لم يره شخص آخر في حياته كلها. هناك حقيقة أن معظم الشباب والفتيات مفتونين بالغرب وما عندهم اعتزاز بالهوية، لأنه كل يوم يشوف أفلامهم، يسمع أغانيهم، يتشرب ثقافتهم، فتخلي المسلم المغلوب يفتتن بالغالب ويحب يقلده حتى في أبسط الأشياء. الآن البعض يحشم يقول السلام عليكم فيقولك هاي. معظمنا يظن أن الصورة اللي قدمها الإعلام هذه اللي تزرعت في ذهنه هي حياتهم الحقيقية، وهذا اللي خلانا ما نقدرين نلتزم بالدين ونعتز به، وما نقدرين نصبح غربيين. ولكن هذا لا يعني أننا لا نتحمل جزءا من المسؤولية. قضية تكوين الشخصية المسلمة لدى الطفل، هنا نحمل المسؤولية الأستاذ هو الأول، نحمل المسؤولية الوالدين هما الثانيين، نحمل المسؤولية الأئمة هما الثالثين. أنت لازم تبني شخصية الطفل، لازم يعود يفرق بين ما هو حلال وما هو حرام، ما هو طيب وما هو خبيث. كيف تنتظر أو تطلب منه أن يتقي الله وهو لا يعرف الله عز وجل؟ ربما كما قلت أنت معلومات فضفاضة، ربما معلومات طائشة هكذا يعرفها عن الدين ولا يعرف أصول الدين، أصول العقيدة ما يعرفهاش. وزيد ابتلينا بمنظومة تربوية في السنوات الماضية، أرادوا منا أن ننسلخ من ديننا. شكون هو صلاح الدين الأيوبي؟ صعيبة هاي، نمد لك واحد آخر سهل. هاي قولي أركان الإسلام الخمسة. تعرف؟ لا تعرف؟ نسيتهم. أركان الإسلام الخمسة تعرفهم؟ ولا ما قريتوهمش في المدرسة؟ تعرف أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة. وش هما أركان الإسلام الخمسة؟ شهادتين. زيد. إركامي خمسة. صلاة. صلاة. زيد. صوم. هل ربينا هاد الشباب؟ هل كوننا هاد الشباب؟ كنا بكري نديرو مخيمات، في المخيمات نكونوا شخصية الشباب. كنا نديرو حلقات ودروس مساجد، حلقات ودروس كون. حاليا بقات غير المدارس القرآنية تقري غير القرآن الكريم. ربما تلقى حافظ القرآن الكريم ولكن ثقافيا ما عندوش باع، ما عندوش ميزان. ولكن إذا علمنا أن الطفل يكتسب معظم قيمه في 6 سنوات الأولى من حياته، فإن المسؤولية الأولى على الوالدين. الأسرة هي أول حاضنة تربوية للأبناء. إذا كان رب البيت يغني فما للفتة إلا أن يرقصوا. إذا كان تدخل البيت المسلسلات والغناء والكلام بذيء وكلام فاحش، ما الذي تنتظره من الشباب؟ حتى الوالدين لما يدخلوا العشية قريتي برك هذا السؤال، ما كانش والدي يسأل ولده ويقول له صليتي ولا ما صليتيش. حتى أصبحنا اليوم نتكلم عن إدمان الوالدين للهاتف وشكوى الأطفال المتكررة من غياب الاهتمام والتربية، حتى أصبح حلم الكثير منهم تمنيت نكون غالي عند والدي كما غالي السمارت فون.
فلا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نلقي اللوم على هذا الجيل فقط، فالبيت لم يعد يلعب دوره، والإعلام أصبح يهدم أكثر مما يبني، والمدرسة كذلك، والفتن رهيبة. أول نقطة لو جينا نتكلم في الحلول، الجانب الديني والتربوي في ثلاث أشياء. قوة الشخصية تعزز عنده الثقة بالله أولا، ثم الثقة بالنفس والاعتزاز بالهوية، وأني مسلم وعندي أمجاد وعندي تاريخ وأعرف هدفي في الحياة مش كي الأخرين. مثل عبد الله بن الزبير لما كان يلعب مع الأطفال وكان صغير، فمر عليهم عمر بن الخطاب، فكامل الأطفال هربوا إلا هو، فتعجب عمر وقال له انت علاش ما هربتش مع اصحابك؟ فقال له لست مذنبا فاخاف منك، والطريق يسعني ويسعك. قوة الشخصية وسط بين نقيضين، اللي هما الضرب والشتم واغلق فمك انت صغير، وما بين بابا شري لي تليفون هاك. تكوين، نرجع لتكوين تربية والتكوين، تكوين شخصية سوية، شخصية المسلمة المؤمنة السوية التي تعرف الله عز وجل وتتقيه، وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى به، هذا هو الاصل. نهار تدير شخص يخاف من ربي ما بديش تخاف عليه. ثاني نقطة هي زرع القيم، وأهم قيمة في نظري هي الحياء. الحياء أنه تستشعر مراقبة الله لك وتستحي منه، ومن أفضل الوسائل هي قصص ما قبل النوم، قصة تحمل قيمة. وإحنا عملنا برنامج كامل اسمه قيمي، اللي لازم يفهموه أولادنا. ربي عز وجل قال في القرآن الكريم ما يلتق ما يلفظ بقوم قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تتلفظها إلا وستسأل عنها يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، ونخرج له من قيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ورغم أهمية البناء الديني والقيمي، إلا أنه لم يعد كافيا لوحده في مواجهة كل هذه الشبهات والفتن المنتشرة. ثاني حاجة البناء المعرفي، وفيه ثلاث خطوات. أول حاجة أعطوهم مصادر موثوقة، بحيث لما يجيه سؤال أو شبهة ما يكتبوا في جوجل ولا يوتيوب وأول حاجة تجيه يشوفها، أعطوهم قاعدة يرتكزوا عليها. ثاني حاجة هي منهجية التفكير النقدي، هذه لا علاقة لها بالدراسة، ممكن دكتور لكنه ما يعرف يميز بين الأفكار وينقدها. وفي حلقات رائعة لأحمد السيد عن التفكير النقدي موجودة على اليوتيوب، لأنه اليوم تجد السم وسط العسل حتى في الرسوم المتحركة. في هذا المقطع يستمد البطل قوة إله النار من خلال التنفس. فحتى الرسوم المتحركة لم تعد بتلك البراءة، بل أصبحت بيئة خصبة لغرس عقائد فاسدة، كما يوضحه أحمد دعدوش في قناة السبيل. ونفس الأمر ينطبق على نتفليكس في ترويجها للشذوذ والفساد بطريقة مباشرة، بعد أن كانت رسائل خفية فيما مضى. فثقافة المنع فقط لم تعد تجدي نفعا، ويجب التركيز على التوعية والبناء. ثالث حاجة تكلموا عن الواقع، فيه عقدة بين الوالدين والأبناء وحتى بين الأئمة والناس، أنه يتكلم عن خطر الإباحية، عن العلاقات المحرمة. تكلموا عن الواقع لما تشوف حاجة خطأ وانت تلعبها ما شفتش او ما تعطيهاش اهمية، الاعلام يعطيها اهمية ويتكلم عليها ويزينها. لا تفترض انهم على بالهم. المرة اللي فاتت شاب يسأل لماذا التطبيع هذا حاجة مش مليحة، او واحد يقول لك علاش ما نحتفلوش بالكريسماس. الواقع صعب لكن لازم نواجهه، ما نهرب. شوف يا بني، الفجوة حقيقية، لان الامام لم يعد اماما بل اصبح موظفا. الاصل في الامام انه يتحرك بين الشباب، الاصل في الامام انه يعرف الشباب ويعرف كل واحد وش المشكلة تاعه، يتحرك فيما بينهم ما يخليش حتى واحد يزيغ. وحتى مع إيمانك ووعيك فإنه لا حصانة، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. Have to do work. If they're too young to get a job, put them in an internship. If they're old enough, put them in the business with you. Have them sit in the office with you. Make them make photocopies or do something else. Keep them busy. Keep young men busy. Exhaust them. If they don't want to do work, put them in sports. Don't have them sit idle. Young men sitting idle,
you are guaranteed to have trouble. It's not you might have trouble. You will have trouble. There is no other way of thinking about it. احنا دائما نقول ان لم يكن لك هدف ستكون جزءا من اهداف الاخرين. واحد من قطيع وسائل التواصل والفيديو جيمز والتفاهة وفكرة انه الانسان يكون عنده هدف ما لازم نضخمها كثير. هو طريق انه يكون يومك فقط مرتب على الصلوات الخمس، اذكار الصباح والمساء، يكون عندك درس يومي تستمع، قراءة الكتاب 10 دقائق، تتعلم مهارة في مجالك، دراستك ما تنساها، رياضة، أصدقاء. راح تصبح هذا السوشيال ميديا جزء من حياتك، لكن مش هي الأصل اللي تبدأ بها يومك وتكمل به. كي الشاب في عمره 24 سنة ما دار حد شي في حياته، اللي عجبه الوقت اللي عجبه في وسائل التواصل الاجتماعي يجي فيق يقرح 4-5 سنين من عمره فاتوا هباء منثورة بما تجيب ربك يوم القيامة. واللي سهل ذلك بيئة صالحة، ولو صديق واحد عنده نفس القيم والاهتمامات حتى ما تحس بتلك الغربة أنك فقط وحدك لكما هك. وحاول صدقني رح تلقى بإذن الله. كما صارت الحاجة اليوم ملحة لصناعة بديل ينافس كل هذه التفاهة. كاين بعض الأفلام مسلسلات ملاحلة بس عليهم، يعني ما شاء الله. أنا عجبني الحال لما نشوف الدولة التركية نشطت وخدمة مسلسلات بينت قوة الثقافة وقوة الهوية التركية. هل ما نخدم الشيء هذا احنا؟ ولكن لا يمكننا إيجاد البديل دائما، فمهما فعلت لن تستطيع منافسة هوليوود ونتفليكس مثلا أو الدراما والأغاني المنتشرة. ستبقى هي الأمتع، لأن الجنة حفت بالمكاره بينما حفت النار بالشهوات. ووجودنا في الدنيا هو للعبادة وليس للترفيه فقط. قدام نعيش يا بني 50 60 70 100. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقبل أن تفقد الأمل في انصلاح الواقع، فهناك بعض النماذج الإيجابية كأكاديمية الجيل الصاعد للشيخ أحمد السيد. محمد، كم ساعة كنت في اليوم تلعب ألعاب إلكترونية سابقا؟ 5 ساعات. يا رضوان؟ من 6 إلى 8 ساعات في اليوم. 4 ساعات. إيش اللعبة اللي أكثر شيء كنت تلعبها محمد؟ فيفا. سليمان، رضوان؟ كانت أتعشى هيرو. إيش؟ ماينكرافت. إيه؟ أنا فورتنايت. فورتنايت. طيب الآن كم تلعب ساعة في اليوم يا محمد؟ ماليش. أبداً. أحياناً. يعني في الشهر ساعتين تقريبا. في الشهر ساعتين تقريباً. يوسف؟ انا صفر. صفر، ما تلعب ابدا؟ اقلعت عن لعبة. طيب اكيد انكم تشعروا بالحرمان وال لا. انا بحريتي اخترت هاي الشيء. بحريتك ليش؟ لانه كان البرنامج اللي انا ملتحق فيه عم يملي لي كل وقتي، وانا اصلا كنت مبسوط بهذا الشيء لانه انا كنت حتى عيوني تضررت من سبب هذا الشيء. انا لو ما كنت بلعب بالجهاز كنت هلا مو لابس نظارات. وكذلك في تجربة الأستاذة نوال مع أبنائها. طبعا في البداية كان للأسف الشديد كان في عزلة وانطواء. ليه؟ لأنه يعني الأطفال موجودين في غرفهم مع أجهزتهم، التفاعل ما كان مع العائلة بشكل مناسب، بالإضافة أنه ترديد كلمات الملل باستمرار، ملانين زهانين، مش متعلم إلا هذه الطريقة للترفيه. وكل ما استخدموا الأجهزة الإلكترونية بيكونوا بدهم أكثر استخدام حتى يشبعوا رغباتهم، وبدهم يحصلوا على مزيد من هرمون الدوبامين اللي بيشعرهم في السعادة. لوحظ انه في هناك تناقص كبير في المهارات الاجتماعية سواء مع الأقران أو مع البالغين والراشدين. الكسل الجسدي، الكسل النفسي، للأسف احنا أبنائنا صاروا موجودين بس أجساد، ولكن أفكارهم، أدمغتهم، تفكيرهم، يعني ما بنعرف شو هم بيشوفوا، شو تفكيرهم، شو بيتأثر. عشان هيك استبدلت الجهاز الذكي بجهاز لابتوب
طبعا جهاز لابتوب تعمدت انه يكون في له شاحن بس بالكهرباء، ما يكون في له بطارية فما يتنقل في اي مكان. حاولت انه يكون في غرفة الجلوس موجود، بلشنا نعمل توعية وحكينا كتير كتير في البيت. يمكن اي حدا بيسأل انه هل واجهتي صعوبة في هذا القرار وبهذه العملية، عملية حجب الجهاز الالكتروني؟ طبعا 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 بلا شك، بالذات انه مثلا اقرانهم معهم اجهزة بمحتاجين يتواصلوا مع غيرهم. طبعا أنا كان التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي غالبا من خلال جهازي الخاص، حتى أنه يكون في يعني مراقبة مباشرة. أصبح الوضع أكثر تفاعلا وتواصلا، طبعا تحسن في أدائهم الوظيفي وأدوارهم، أصبحت علاقاتهم أفضل، تفكيرهم أوعى، تواصلهم مع أفراد العائلة طبعا لا سيما مع أقرانهم جيد، بالإضافة أنه يعني شافوا الحياة بطريقة أفضل وأحسن. لازم نوثق علاقتنا مع أولادنا، بعد هيك نحاول نتواصل معهم للتوعية بمخاطر الأجهزة الذكية. طبعا عشان أنا أوعيهم بمخاطر الأجهزة الذكية لابد أني أنا أكون عندي وعي تام في خطر الأجهزة الذكية على أولادنا وأبنائنا. فريق بلس 14 هو الفريق اللي بدي أقدم له الشكر بصراحة، ولولا أنه يعني انتماء إلى هذا الفريق وعضويتي فيه وكمية الوعي والمعلومات اللي قدموا لنا إياها بالفريق، بصراحة أنا يعني ساعدونا أنه إحنا ننقذ أبنائنا في بيتنا. فريق بلس 14 هو أحد مشروعات مؤسسة وعي أوير، بنهدف من خلاله الوصول لأكبر عدد من العائلات لتشجيعهم على تأجيل منح الهاتف الذكي إلى ما عمر 14 سنة. تحت 14 ممنوع، بعد 14 ممكن يكون مسموح. طبعا أنا من خلال تجربتي وخبرتي في المدارس بفضل بعد التوجيهي بعد سن 18 سنة، وبعد سن 14 سنة حتى لوقت يعني منحهم الهاتف الذكي إنه يصيروا يستخدموه بأمان واعتدال، حتى إنه نقدر إن شاء الله تعالى نوصل لطفولة آمنة ومعتدلة. ألم ننتبه أن هناك سيئات جارية؟ لما تنشر أي معلومة وأنت مش متأكد منها، لما تنشر صورة خادشة للحياة تبقى في النات وتبقى في لباس دونيت على النات وأنت في قبرك وهي تخدم لك في السيئات الجارية. أنا ديما نقول مد عملية رياضية، كل نهار يتبعوك زوج مرك، أضربها في 365 يوم وانت تعيش 60 سنة، وضربها في 60 سنة تلقى يوم القيامة ناس يحاجوك يوم القيامة يقولك انت اللي خليتنا ندير الشيء هذا. تلقى قدها؟ تلقى 43800 شخص يحاجوك يوم القيامة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فبعد أن تشاهد هذا الروبورتاج قد يتبادر إلى ذهنك أن وسائل التواصل وكل هذه التكنولوجيا هي شر محض، لكن فيها الخير الكثير لمن بنى نفسه أولا ثم أحسن استغلالها. وهنا أريد أن أختم بسؤال مهم: ما هو معنى الحياة بالنسبة لك؟ فإذا كانت الحياة بالنسبة لك just for fun، فلن ترى أي مشكلة في أن تقضي أنت أو طفلك جل وقتك في متابعة تفاهات وسائل التواصل أو إدمان الألعاب الإلكترونية. أما لو كانت الحياة بالنسبة لك أياماً معدودات ستحاسب فيها على كل أوقاتك وأفعالك وأقوالك، فستحمل على عاتقك هم إصلاح نفسك أولاً ليكون هذا الجهاز في يدك وليس في قلبك، وستحسب ألف حساب قبل أن تعطي لابنك هذا الجهاز دون وعي فيجهز عليه. ويبقى أملنا في أن يخرج من جيل التيك توك جيل كجيل صلاح الدين.